السلام عليكم ومرحبا بكم الاولاد الكل. اليوم فيديو خاص بالبياري، اليوم فيديو شخصيا ما نعرفش كيفاش باش نحكي معكم. بعد 10 سنين البياري يعود الى الحديقه بعد 10 سنين البياري يعود الى حديقه منير القبيلي، البارك بارك لكلوب افريكا، واللي عديت فيه بالكمال والتمام 12 سنة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه يندرى، بعد 10 سنين مازالوا في البارك المسؤولين على البارك يتفكروا البياري؟ تبعوا الفيديو للاخر وثم برشا مفاجآت. شخصيا مشيت للبارك باش نشري ماريون، ولكن الحقيقة تصدمت. اول ما وصلت للبارك حقيقة حسيت بشعور ما نجمش نوصفهولكم. اما البارك بعد 10 سنين نرجع له الشهور هذا، نتصور يعرفوه كان اللي يعيشوا برا في اوروبا، وباش يرجعوا لتونس بعد مده طويله واول مره. الشعور اللي حسوا هذاك انا اليوم حسيته وانا ماشي للبارك. اول ما قربت واول ما وصلت للبارك عرضوني زوز من الناس، قلت لهم صاحبي مازال ذم المراول، قال لي ننصحك برا خير، ننصحك برا مشي روا خير زايد اللي باش تعمل. تونسي مانيش باش نسمع الكلام، ومشيت خويا نوصل الغادي ونرجع نلقى بصراحة ريت اللي يحكيوا عليه. نقول أنا شخصيا ديما لا يهولوا، خاطر احنا التوانسة عندنا شوية تهويل والحكايات هذيك. 800 واحد يقولك ثم 200، ثم 200 يقولك ثم 400. بصراحة اليوم كي دخلت للبارك، دخلت للبلاصة بتاع المجازان بتاع البارك، مخي وقف ديجا، كل شيء مصوره في الفيديو باش تتفرجوا فيه، شيء من وراء الأقل، أقل شيء لمينيموم ثم 5000 واحد. هذا 5000 واحد انا مشيت مع 11، على 11 تاع الصباح، قالوا لي من 6 تاع الصباح واحنا شادين الصف. يعني ال 5000 واحد ماهمش من 6 لل 11 ولا نص نهار، انا روحت نص نهار، مش من 6 لنص نهار 5000 واحد. ثم اللي يجري ويروح، ثم اللي يجري، يعني بالقليل بالقليل. اليوم في البارك ثم 10000 واحد. ذا يا خويا حسون، عايشك خويا يا حسون، عايشك يا حسون يا حسن البياري، ولد كليب اخويا البياري والعب اخويا، وسديت عليه قرد باتريه للراجل هذا. ربي يبارك لك يا حسون، ربي يبارك لك يا حسون. كنت عندي في الكلوب يا لاباس خوخ، والله امريكا توا في فرنسا توا. الحمد لله عندك سنين، الله عندك سنين. ولاد البياري حاصل حي الزهور. هذا يا خويا حسون احلى واحد في الكلوب امريكا، ربي يبارك لك يا حسون. عايش يا حسون، احلى عم قدور. شنو احوالك يا عم قدور؟ هذا احلى عم قدور عنده تو قديه في الكلوب يا عم قدور؟ فوق ال 40 سنه. اسمعني، تفكر ولاد البياري عاد وقت كنا في الكلوب لهنا؟ انا وخويا صغير. يا ربي يبارك لك، يعيشك، ربي يبارك لك، يعيشك، ربي يفضلك يا عم قدور، يعيشك. هذوما الحبيبات قلت لكم من 8 سنين انا لهنا في الكلوب افريكا، هذوما يعني اللي رجعت تو عندي قدام اللي ما رجعتش للبارك ولا حاجه، بصراحه مش عاديه برجولي. يعني جيت لحباب والاصحاب، واحد منكم تعرف واحد تبدا علاقته باهيه مع الناس الكل، هاك تشوف ما ثم حتى حد يدخل البارك الداخل، كلها من غادي من برا. البياري يا خويا مرحب به في كل وقت، ربي يبارك لكم الاولاد بياري سانسي. كيما شفنا البارك من داخل ما يدخلوا حتى حد، جست الملاعبيه اللي ترانيه وغادي هكا اهو. الحمد لله البياري مازالوا يتفكروه. البياري ما تنساش على كلوب افريكا، نقعد ولد لكلوب افريكا، عديت فيها 12 سنه، دخلت عملت دوره، صورت في البارك من داخل، ان شاء الله نرجع مره جايه. ومن الحاجات ومن الطرائف لكلوب افريكا وقت اللي مشيت للملعب التونسي وتضربت في الملعب التونسي، الريديكاسيون نتاعي نعملها في البارك تاع كلوب افريكا. انا ما عادش في الكلوب، ولكن كي تضربت في الملعب التونسي نرجع نترانا في الكلوب افريكا. وقالوا لي ما ثم حتى مزية، ويرحم والدي السي محسن الطرابلسي، بصراحة راجل فاضل، بصراحة عمل معايا الباهي وأكثر من الباهي، ويرحم والديه. ونمشي توا للمغازة تاع الكلوب افريكا. السلام عليكم بياري، معك راكم تشوفوا في العرض يا ولاد، هذا من 6 تاع الصباح توا هكا. هذه هي الحكايه مع نص نهار، فرج كيف العباد من 6 تاع الصباح لهنا. ليه؟
الكلوب افريكان الكلاسمون نتاعها الثامنة سنة فاش كيفاه يا معلم؟ يعني كان جينا نلعبوا على البطولة كيف كيف الكلوب وتيام بلاس ولا على البطولة ديما هكا شو يا شاد يا شاد برسمي ليخ ومريول توا محب صحيح لكويبا بريكا رمضان وسخانه ودنيا فرج لعبات كفايه معاك اقوى من التكيات نهار الدربي وقت كانت بالجمهور هذايا محب من الكلوب افريكا وقت خديته زعبي ماريو خويا العزيز سلام هاكم تشوفوا يا معلم هاكم تشوفوا اللي نعرفه انه واحد كي يحل بوتيك سيليو زارا ديداس نايك اللي هو يعمل ببليسيتي في التلفز ويدفع عليها فلوس باش تجي العباد تشري ما عنده مريول ولا شورت ولا اللي هو البوتيك بتاع الكلوب افريكا حاجه اخرى جمله واحده العباد جايبه فلوسها والعباد شد الصف من الصباح والشاي بالحاكم ويجي من هنا وبرا من غادي والعباد ما لقاتش مليون العباد شيء من وراء العقل ومع هذا الكل صابرة يقول لك على جال الكلوب افريكا انا نمشي اليوم وما ناخوش مليون ونزيد نرجع غدوة وبعد غدوة وما نسلم الا ما ناخو المليون متاعي ولكن هذا كان مش يدل على حاجة يدل كان على حب الناس هذوما للكلوب افريكا بصراحة شيء من وراء العقل بصراحة كنت نتصور وكنت نتصور وما شفتش اللي شفته اليوم في البارك اليوم راهو اقتحام اليوم راهو شيء من وراء العقل عمري شخصيا البياري ما شفت شيء كيف هكا وكي شفت الحكايات كيف هذه الحمد لله زدت ارتحت على كلوب افريكا وباذن الله لكلوب افريكا العام الجاي باش نشوفوها حاجة اخرى حاجة اخرى في الختام يكون عجبكم الفيديو والافريقي تعيش السلام عليكم.